أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة Private Math Lessons. Today إن شاء الله we are going to take lesson 2 which is entitled The Polygon. تعالوا مع بعضنا نشوف تعريف البوليجون. البوليجون عبارة عن Simple closed line that consists of three line segments or more. والبوليجون is named according to number of its sides. يعني عبارة عن شكل متكون من مجموعة من اللاين سيجمنتس المتوصلين مع ايه؟ متوصلين مع بعض. وخد بالك لازم يكون closed ولازم يكونوا 3 lines or ايه؟ or more. عشان يقفل معاك الشكل ويبقى closed لازم تبقى اقل حاجة عندي ايه؟ 3 sides. يعني انت تعالى ادي الترينجل ده اقل بوليجون عندي في النمبر اوف سايدز الترينجل. طب ينفع لو في عندي 2 sides تعرف تقفلهم؟ مستحيل، هيجوا على بعض. عشان تقفلهم لازم يجوا على بعض. لكن ان انت ادي توصل واحده كده والتانيه تبداها من هنا وتنهيها هنا مش هتيجي معاك كيرف، ما تجيش معاك ايه، ما تجيش معاك لاين سيجمنت ابدا، وبالتالي ده ما اسموش ايه، ده ما اسموش بوليجون. طيب تعالوا مع بعضينا نشوف بعض المسميات للبوليجونز. لو البوليجون عندي 3 سايدز بنسميه تراينجل، وطبعا ده اسم مشهور بالنسبه لنا كتير. طيب لو هو 4 sides بنسميه quadrilateral. خد بالك not square. اوعى تقول لي السكوير، ما هو السكوير 4 sides. لا، السكوير والريكتانجل والرومبس الحاجات دي كلها دي حالات خاصه من الايه؟ الكوادريلاترال. يبقى انا عندي البوليجون ده بيرمز للجروب الكبير من الاشكال اللي هتتكون من المجموعه من اللاين سيجمنتس اللي انت هتوصلها مع بعض. لو هم 4 هنسمي الشكل كوادريلاترال. طيب لو هم 5 سايدز هنسمي الشكل ايه؟ هنسميه بنتاجون. لو هم 7 سايدز هنسميه هيبتاجون. لو 6 سايدز طبعا هي مش مكتوبه هنا هنسميه هيكساجون. لو 8 سايدز هنسميه اوكتاجون. طيب تعالوا نشوف مع بعضينا دلوقتي بعض المصطلحات اللي هتقابلنا كتير ولازم انت عارف معناها ايه. أول حاجة عندي each line segment of the line segments forming the polygon is called a side. يعني الحتة دي كده اسمها side وده كده اسمه side. يعني أي line segment موجودة عندك في البوليجون بنسميها side. طيب تاني حاجة each point resulting from intersecting of two adjacent sides. لازم يكون two adjacent، يعني متجاورين الاتنين جنب بعض. Two adjacent sides of the polygon is called a vertex. النقطة دي كده بنسميها الايه؟ الفيرتكس. ادي لاين سيجمنت انترسكتد مع انذر لاين سيجمنت، تديني ايه؟ تديني فيرتكس. طيب الحاجات دي كلها بتجيلك في الكومبليت، فتاخد بالك ايه؟ تاخد بالك منها. السم اوف سايد لينسز اوف ذا بوليجون از كولد البريمتر اوف ذا بوليجون. طبعا دي مش البريمتر بتاع البوليجون بس، ده البريمتر، ده تعريف البريمتر بوجه عام اللي هو السم اوف سايد لينسز اوف ذا شيب. Number 4 بيقول لي each line segment joining two non-adjacent vertices of the polygon is called a diagonal of the polygon. لو انا عندي vertex دي والvertex دي والvertex دي، الاثنين دول adjacent vertex. adjacent يعني جنب بعض. طب الvertex دي والvertex دي الاثنين دول non-adjacent، يعني مش متجاورين. وبالتالي لو في line segment بتوصل ما بين الvertex دي والvertex دي بنسميه ايه؟ بنسميه دياجونال. طيب لو بتوصل ما بين الفيرتكس والفيرتكس اللي جنبها، لا ده هنا هنسميه ايه؟ هنسميه سايد. ده سايد ده. طيب ال included angle between two adjacent sides of a polygon is called an interior angle. في مصطلحين مهمين جدا عايزك تبقى واخد بالك منهم وعارفهم، اللي هم ال interior angle وال exterior angle. ال interior angle اللي هي الانجل دي، دي عبارة عن الانجل الموجودة ما بين two adjacent sides. اوكي؟ طب الاكستيريور عبارة عن ايه؟ الاكستيريور دي ال included angle between a side of a polygon. اهو ادي السايد اهو. طب ومين التاني ده بقى؟ التاني ده the extension. خد بالك من الكلمة دي. And the extension of its adjacent side. يعني ادي سايد وادي الادجيسنت بتاعه، بس انا مش عايزه مع الادجيسنت، انا مش عايزها دي، انا عايز الانجل دي، وبالتالي بتكلم عن الاكستنشن بتاع السايد ده. يبقى سايد واكستنشن لانذر سايد.
الحاجات دي بتبقى موجوده في الكومبليت كتير وبالذات ايه نمبر 6 دي هتلاقيها كتير في الكومبليت. يقول لك الاكستيريور انجل نقط، يبقى هي الانكلودد انجل بتوين السايد اوف بوليجون اند ذا اكستنشن اوف اتس ادجيسنت سايد. طيب الريمارك نمبر 7، the number of sides in any polygon equal the number of its vertices equal the number of its interior angles. يعني لو انا عندي ادي سايد 2 3 4 5 ده بنتاجون 5 سايدز، ال 5 سايدز دول هتلاقي قدامهم 1 2 3 4 5 vertices، هتلاقي معاهم 1 2 3 4 5 interior a interior angles. تعالوا مع بعضينا نشوف التايبس اوف البوليجون. لما نحب نعمل كلاسيفيكيشن للبوليجونز، لما نحب نصنفها او نتكلم عنها ونقسمها، بنقسمها ازاي؟ هو انا عندي البوليجون بيتكون من ايه؟ بيتكون من سايدز وانجلز. لي في عندي نمبر اوف سايدز وعندي انتيريور انجلز، عندي الميجر بتاعها. لو انا هقسمها اكوردنج تو الميجر اوف اتس انتيريور انجلز، هيبقى عندي نوعين من التقسيم. انواع من البوليجون هنسميها كونفكس، ودي اللي هنتكلم في المنهج بتاعنا كله عليها، والنوع الثاني بنسميه كونكف. دول ايه حكايتهم دول؟ الكونفكس كل الانتيريور انجلز اللي جوه لزان 180، اهي كل ده كل الانجلز دي لزان 180، وبالتالي سميناه ايه؟ كونفكس. يبقى الكونفكس بوليجون از ا بوليجون which any of its interior angles is less than 180. طيب تعال بص بقى الكونكاف بوليجون، لا بتلاقي انجلز ريفلكس، لازم هتلاقي فيه ريفلكس انجل. دي كده اهي، دي هنا، دي ريفلكس انجل اللي هي greater than 180. تعال بص دي، دي برضك ريفلكس انجل، دي هنا 270 greater than ايه 180. طب ده كام سايد؟ ادي 1 2 3 4 سايدز، يبقى هو 4 سايدز، يعني ده كوادريلاترال، بس كونكاف كوادريلاترال نوت كونفكس كوادريلاترال. تمام. طيب ده التقسيم بالنسبه للايه؟ بالنسبه للانجلز. طب لو هقسمه بالنسبه للسايدز، حاجه من اتنين، يا اما السايدز بتاعته كلها زي بعض وده بنسميه ريجولار وهنشوفها كمان شويه، يا اما السايدز بتاعته مش ايكوال وده بنسميه نوت ريجولار. طيب خلاص، يبقى عرفنا الفرق بين الكونفكس والكونكاف. الكونفكس وده اللي معانا ومستمر في كل السمستر بتاعنا، ده بوليجون اي انتيريور انجل فيه لزان 180. كونكاف ده بوليجون لازم هتلاقي فيه انجل ريفلكس او جريتر زان اي 180. تعال نشوف مع بعضينا حتى مهم قوي بقى وبدايات شغل المسائل. يعني لما هنيجي بقى نشتغل في المسائل وفي البروف وفي الكومبليت، يبتدي معانا اول لو، اول قانون لازم تحفظه، اللي هو السم اوف ميجرز اوف ذا انتيريور انجلز اوف البوليجون. لو انا عندي بوليجون فور اكزامبل، مثلا عندي تريانجل، احنا عارفين التريانجل السم اوف ميجرز اوف اتس انتيريور انجلز ايكوال 180. جت منين الكلام ده؟ فين القانون اللي جابها؟ القانون اللي جابها القانون ده، لازم تبقى انت عارف اي بوليجون عندك السم اوف ميجرز بتاعت الانجلز اللي جواه n ماينس 2 تايمز 180. طب مين ال n دي؟ ال n دي عباره عن النمبر اوف سايدز. تمام؟ يبقى اهي السم اوف ذا ميجر اوف ذا انتيريور انجلز اوف ا بوليجون اوف n سايدز ايكوال كذا. طيب في حاله التراينجل، في حاله التراينجل عندي كام؟ هو ال n ايكوال كام؟ ال n ايكوال 3، يبقى 3 ماينس 2 ايكوال كام؟ ده ايكوال 1. 1 تايمز 180 يديني 180 اللي احنا عارفينها من زمان، اللي هي مجموع الايه؟ الانجلز بتاع التراينجل. طيب تعال نشوف الاكزامبل. السم اوف ميجر اوف الانتيريور انجل اوف الاوكتاجون، الاوكتاجون ده يعني ال n ايكوال كام؟ ال n ايكوال 8. لما اكون ال n ب 8 يبقى 8 ماينس 2 يبقى 6، 6 تايمز 180 يديني 1080. طيب تعال نشوف اكزامبل 1. كومبليت ذا فولوينج تيبل، النمبر اوف سايدز بتاعت البوليجون هنا 10، هنا 3، هنا 12، 15، هنا السم اوف ميجرز اوف ايه؟ اوف اتس انتيريور انجلز. لو انا عندي بوليجون فيه 10 سايدز،
يبقى الـ sum of measures بتاعت الـ interior angles كلهم مع بعض يدوني كام؟ هيبقى n minus 2 times 180. طب انت عندك الـ n هنا بكام؟ بـ 10. يبقى هنا 10 minus 2 times 180. 10 minus 2 is 8. 8 times 180 اللي هو هيديني كام؟ 1440 degrees. طيب لو هو 3 طبعا مشهورة جدا اللي هي triangle اللي هيبقى عندي 3 minus 2 times 180 degrees اللي هو هيديني 1 times 180 اللي هيديني 180 degrees. طيب لو هما 12 sides يبقى انا عندي 12 minus 2 times 180 اللي هي 10 times 180 يديني 1800s. طيب لو هو 15 sides 15 يبقى 15 minus 2 times 180 اللي هي 13 times 180 هيديني 2340 degrees. Example 2 بيقول لي the sum of measures of the interior angles of a polygon is 2160. Find the number of its sides. ده معنى ايه؟ ده معنى ان ال n minus 2 times 180 هيكوال معايا كام؟ 2160. طيب يبقى انا يبقى ال n minus 2 equal كام؟ ده يروح عندي هناك بالديفيجن يبقى هيروح هيبقى عندي 2160 divided 100 and كام؟ and 80 على الكالكوليتور. يبقى ال n minus 2 هي equal معايا كام؟ هي equal معايا 12. نودي دي الناحية التانية بالبلس يبقى ده معناها ان ال n equal 12 plus 2 هي equal معايا 14 sides. Example 3 in the opposite figure الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا دوت الحاجات الجيفن كلها موجوده ايه؟ موجوده عندي على الشيب اللي هو مدوني دوت والمطلوب بيقول لي find the measure of angle x عايز الانجل دي الميجر بتاعها كام؟ طبعا هتكتب الجيفن وهتكتب required to be find وبعد كده هتكتب الايه؟ البروف. طيب تعالى نبص ازاي نعمل البروف وازاي نجيب اولا الميجر اوف انجل اكس. طبعا انت في الاول بتحل المساله بعينيك وبعد كده بتكتب. لما نيجي نشوف انا عندي الاكس دي موجوده فين؟ موجوده في الشكل اللي هو اكس واي زد ال. طيب الشيب دوت عندي فيه كام انجل معروفين؟ عندي تو انجلز اهو مديني الايه؟ الميجرز بتاعتهم. طيب ايه المعلومات اللي عندي عن الشكل ده؟ الشكل ده عندي كوادريلاترال ادي 1 2 3 4 سايدز وطالما كوادريلاترال يبقى sum of measures of its interior angles is a is 360. تمام؟ طيب انا محتاج كمان واحده عشان اقدر اجيب دي. طيب بص الشكل ده، الشكل ده عباره عن ايه؟ ده تراينجل. التراينجل انت عارف ان الانترنال بتاعه كام؟ 180. يبقى الانجل دي عباره عن ايه؟ عباره عن 180 minus 50 plus 70. طيب الانجل ديت والانجل ديت الاثنين دول مالهم؟ دول فيو اي. وبالتالي تتنقل الانفورميشن الانجل دي الميجر بتاعها يتنقل الناحيه الثانيه يبقى انا قدرت اجيب ايه؟ اجيب دي. طيب يبقى اجيب الاكس ازاي؟ يبقى 360 ماينس ده بلس ده بلس ده يديني ايه؟ يديني ده. تعال نشوف هنكتبها ازاي. نبدا منين؟ نبدا من التراينجل دوت. يبقى ان تراينجل ان ام زد ماله؟ الميجر of angle n z m بت equal 180 minus 70 plus 50 اللي هت equal معانا 180 minus 120 which is 60 degree. طيب عايزين بقى نقول ان دول فيو ايه. بنقولهم ازاي؟ دي بنقولهم بطريقه ثابته. يعني انت عشان تقول الفيو ايه تقول كده تشوف اولا البوينت بتاعت الانترسكشن دي جايه منين. جايه من ال ام انترسكشن مع مين؟ مع ان ايه؟ ان واي اللي هي الحته اللي مديها لك دي فين؟ في الجيفن. يبقى هقول سينس ال ام لاين سيجمنت انترسكتد واي ان لاين سيجمنت ايكوال الزد زين الميجر اوف انجل ان ZM equal the measure of angle LZY. وبكتب هنا
VOA. يبقى الحته دي كده الجزئيه دي كده اهو، يوم ما تحب تقول ان انت عندك تو انجلز في او اي ايكوال بعض، اكتب الايه المنظر ده، دي محفوظه تبقى دباجه يعني اسطمبه تبقى انت حافظها. طيب نيجي نكمل بالبروف بتاعنا. يبقى انا جبت ان الانجل دي كده اصبحت كام؟ اصبحت 60. طيب يبقى الميجر اوف انجل اكس، زين الميجر اوف انجل اكس هيكوال معانا كام؟ 360 ماينس الاوبن براكت ال 6 اللي لسه جايبها دلوقتي بلس 130 بلس 80 كام؟ 85، اللي هتكوال معانا 360 ماينس كده 190 بلس 85 يبقى 200 اند كام؟ 275، اللي هتكوال معايا ال 80 ايه؟ 85 ديجري. يبقى احنا كده جبنا الميجر اوف انجل ايه؟ ميجر اوف انجل اكس. نيجي نشوف اللي بعديها. Example 4 بيقول لي if the ratio among the measures of the interior angles of a quadrilateral 2 to 3 to 3 to 4، يبقى انا عندي الفور انجلز في ratio ما بين الايه؟ ما بين الانجلز وبعضها. طيب بيقول لي find the smallest measure of these angles of that quadrilateral، طبعا واضح ان هي هتبقى الايه؟ اللي واخده الريشيو دي. طيب انت عندك هنا كام بارت؟ يعني ممكن نحلها ازاي؟ هنا السم of all parts equal كام؟ هي equal 2 plus 3 plus 3 plus 4 which is كام؟ which is 12 parts. يبقى انا عندي the sum of measures of all angles قسمناهم على كام part؟ 12 parts. يبقى ال 1 part equal كام؟ يبقى share of 1 part ايكوال كام؟ هم كلهم كام؟ هو كوادريلاترال، الكوادريلاترال ده عندي كام؟ ده 360. خليك حافظ بقى، خليك حافظ ان الكوادريلاترال 360. يبقى الشير اوف 1 بارت هيكوال كام؟ هيكوال 360 متقسمين على كام بارت؟ 12 بارتس. هتيكوال معايا كام؟ هتيكوال معايا 30 ديجريز. يبقى انا عندي كل الانجلز اللي جوه اتقسمت 12 بارتس، ال 12 بارتس دول كل واحد نصيبه هيبقى كام؟ 30 ديجري. بعد كده اعمل ايه؟ ادي كل انجلز من ديت حقها، دي واخده 2 بارتس، دي 3 بارتس، 3 بارتس، 4 بارتس. يبقى انا عندي السمولست ميجر هيكوال كام؟ يبقى ذا سمولست ميجر هيكوال معايا كام؟ هيكوال معايا 2 تايمز ال 30 which is 60 degrees. نيجي نشوف الاكزامبل ده مع بعضينا. بيقول لي since the sum of measure of the interior angles of the figure، الفيجر ده ايه؟ quadrilateral، يبقى equal كام؟ يبقى 360 degrees. طيب انت عندك كام حاجه معروفه؟ ادي عندي 1 2 وطبعا دي معروفه، دي كام؟ دي 90 degrees. يبقى الميجر اوف انجل سي هت ايكوال ايه؟ هت ايكوال 360 كلهم، نشيل منهم بقى مين؟ نشيل منهم اللي موجودين اللي هو ال 100 بلس 90 بلس 60، تمام، اللي هي 360 ماينس دي يبقى عندي 250 اللي هي هتيكوال معايا 110 ايه ديجريز. يبقى دي كده 110. طب نيجي نشوف هنا، هنا عندي ده كام سايد؟ ده عندي 1 2 3 4 and 5. طيب 5 سايدز، يبقى السم اوف ميجر اوف الانتيرير انجلز ايكوال كام؟ يبقى هيكوال عندي n ماينس 2 تايمز 100 كام؟ and h اللي هتيكوال لان عندي بكام؟ ب 5، يبقى 5 ماينس 2 تايمز 100 and h which is كام؟ 500 and a and 40 degrees. يبقى الميجر اوف انجل اي هيكوال كام؟ طبعا يبقى هنا 500 and a and 40. الميجر اوف انجل اي هيكوال معايا 540 كلهم، ونشيل منهم المجموعه الايه؟ المجموعه اللي موجوده اللي هي 120 بلس 110 بلس 150 بلس ال 70 اللي هي هتيكوال معايا 540 ماينس 450 اللي هي هتيكوال معانا كام؟ 90 degrees. طيب نيجي نشوف الحته اللي بعد كده.
measure, sum of measure of the exterior angles of the convex polygon which has n sides. الجزئية دي تعتبر من أهم الأجزاء اللي موجودة عندنا في الليسون. مسائل كتير بتبقى صعبة، بيبقى المفتاح بتاع الحل بتاعها إن أنت عارف المعلومة دي. إتقانك للمعلومة دي ومعرفتك إزاي تستخدمها إزاي وفين هيسهل عليك كتير. طيب إحنا من شوية كنا بنتكلم عن الانتيريور أنجلز، طيب دلوقتي هنتكلم عن الإكستيريور أنجلز. الشكل اللي قدامنا ده بنتاجون، يعني في 5 interior angles. طيب الانجل انت شايفها دي كلها عباره عن ايه؟ عباره عن straight angle. الستريت انجل دي متكونه من interior angle واكستيريور ايه؟ واكستيريور انجل. عندي كام واحده straight من دول؟ ادي واحده، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه. يعني عندي 1 و 2 دول في منهم كام واحده؟ ال 1 دي في منها كام واحده؟ ادي انجل. الثانيه عندي اهي، وادي الثالثه، وادي الايه الرابعه، وادي الخامسه. طيب ايه المعلومه اللي عندنا؟ المعلومه عندنا ان الاثنين دول 100 كام؟ 180. وعندك معلومه كمان ان كل اللي جوه كام؟ اللي جوه كلهم عباره عن 5 minus 2 تايمز ال 180 اللي هي ال 500 كام؟ 540. انت عارف ان كلهم 540. طيب لما يكون كلهم 540 وانت عندك هم كلهم اللي بره كام؟ 5 straight angles. ال 5 straight angles بكام؟ 5 times 180 دول هيكوال كام؟ دول هيكوال 900. يبقى لما يكون كل اللي بره 900 واللي جوه عندي 540 يبقى الاكستيريورز اللي عندي الصم بتاعهم كام؟ الصم بتاعهم 360. اللي هي جت ازاي؟ اللي هي ال 900 minus ال 540 هت equal 360 degrees. تاني الحتة دي، الحتة دي بتقول لنا ان المجموع بتاع كل الاكستيريور لازم يكون 360. ده independent عن الشيب، يعني لو كان triangle، لو كان quadrilateral، لو كان pentagon، لو كان hexagon، ايا كان الشكل اللي عندك، ايا كان هذا الشكل، ال sum of measures بتاع كل الاكستيريور angles لازم يكون 360. معلومه ثابته لازم تكون عارفها كويس قوي، وهنعرف بقى هتفيدنا في ايه المعلومه دي. تمام، يبقى انا عندي اهو we get a sum of measures of the exterior angles of a convex polygon of n sides equals 360. اوكي تعال نشوف بقى هنا الجزء الثاني بتاع الكلاسيفيكيشن. احنا قلنا عندي البوليجونز قسمناها الكونفكس وكونكاف. النوع الثاني من التقسيم يا اما يكون ريجولار يا نوت ريجولار. دي عندنا بيجي لنا في الكومبليت يقول لك امتى البوليجون يكون عندك ريجولار، يعني منتظم. بنقول ان البوليجون از ريجولار اف اول اتس سايدز ار ايكوال ان لينث. لازم تلاقي السايدز بتاعته كلها ايكوال ان لينث. يعني الترينجل ده لو كل السايدز ايكوال ان لينث بيتحول ايكوالاترال ترينجل. السكوير، السكوير ده بوليجون، بوليجون نوعه ايه؟ ريجولار بوليجون. طيب البنتاجون ده، البنتاجون ده كل السايدز زي بعض، وبالتالي ده هيبقى ريجولار بنتاجون. طيب الهكساجون كل السايدز زي بعض، يبقى ريجولار هكساجون، وبالتالي كل الانجلز برضك ايه؟ زي بعض. السكشن اللي بعد كده بيقول لي الميجر اوف ذا انتيريور انجل اوف ا ريجولار بوليجون. خد بالك هنا هو بيتكلم عن ايه؟ وهنا بيتكلم عن الميجر اوف ذا انتيريور انجل. خد بالك انجل نوت انجلز، يعني انا بتكلم على واحده. طب وفي اي بوليجون؟ لا، لازم يكون خد بالك ريجولر، ما ينفعش يكون واحده مختلفه عن الثانيه. الريجولر بيكون كل الانجلز اللي جوه قد بعض. لو هو نوت ريجولر هيبقى لا، هيبقى كل انجلز من الانتيريورز ليها قيمه معينه. يبقى ازاي افرق بين الجزء ده والجزء اللي قبليه؟ الجزء اللي قبليه هتلاقي كلمه ذا سام، هيقول لك ذا سام اوف ميجر اوف ذا انتيريور انجلز. السام اوف ميجرز يبقى احنا اللي هو الايه؟ القانون اللي احنا خدناه الجزئيه اللي فوق دي بس. الجزء اللي فوق ده كده بس يجيب لي مين؟ يجيب لي هم كلهم من جوه قد ايه. طيب لو هم كلهم من جوه الفاليو دي وعملت ديفيجن على عددهم يديني مين؟ يديني الواحده بكام. يبقى الميجر اوف ايتش انتيريور انجل اوف ذا ريجولار بوليجون اوف ان سايدز هي ايكوال ان ماينس 2 تايمز 180 ديفايدد ان. ولازم تحفظ الايه القانون ده
بالإضافة للقانون السابق اللي هو n minus 2 times 180. طيب زي إيه كده الكلام ده؟ يعني مثلا أنا عندي تريانجل. التريانجل لو هم كلهم زي بعض السايدز والانجلز هيتحول لإكوالاترال تريانجل. يبقى الانجل الواحدة من جوه الفاليو بتاعتها كام أو الميجر بتاعها كام؟ هيبقى 3 minus 2 times 180. الحتة دي تديني إيه؟ تديني sum of measures of all angles اللي هي 100 إيه؟ 180. عمل لها division by 3 is 3 دي اللي هم 3 angles اللي جوه التريانجل. يديني كام؟ يديني 60. طيب لو سكوير، السكوير الانجلز كلهم جوه كام؟ السكوير اللي 4 sides يبقى 4 minus 2 is 2 times 180 is 160 divided 4 يديني كام؟ يديني 90. تعال نشوف الاكزامبل ده، اكزامبل 5. اكزامبل 5 بيقول لي complete the following table. Number of sides of regular polygon. عندي هنا regular بقى 5 sides pentagon, octagon, 12 sides والhexagon. وعايز الواحدة من جوه بايه؟ الواحدة من جوه بكام؟ لو هو pentagon يبقى المجر of one of its interior angles هتيكوال معايا، هتيكوال معايا 5 minus 2 times 180 divided مين؟ divided عددهم اللي هو كام؟ اللي هم الايه؟ اللي هم الفايف. وده هيديني 108. ودي بقى ثابتة، يعني انت القيمة دي انت ممكن تحفظها. ان هو لو بنتاجون بيبقى كلهم على بعضهم كام؟ 540 والواحدة منهم ب 180. طيب لو هم 8 يبقى الواحدة بكام؟ هيبقى عندي 8 minus 2 times 180 divided الايه؟ divided ال 8 اللي هيديني 135 degrees. طب لو هم 12 يبقى عشان اجيب الميجر of one of its interior angles هيبقى 12 minus 2 times 180 divided كام؟ divided عددهم اللي هم 12 اللي هو هيديني 150 degrees. طب لو هو hexagon طبعا دي من الحاجات اللي هتتحفظ، هيبقى 6 minus 2 times 180 divided ال 6 اللي هو هيديني 120 degrees. طيب نيجي نشوف المسألة اللي بعد كده، ودي انا بعتبرها من المسائل المهمة جدا جدا، بيجي عليها مسائل ايه كتير في الاكسرسايزز. بيقول لي الميجر اوف وان اوف ذا انتيريور انجلز اوف ا ريجولار بوليجون از 144، فايند ذا نمبر اوف اتس سايدز. المرة دي جايب لك بالعكس، انت كان القانون بتاعك عبارة عن ايه؟ كان بيديك السايدز اللي هي n، ثم انت عامل n minus 2 times 180 جبت كل اللي جوه بكام، تعمل ديفيجن على عددهم يبقى انت جبت الايه؟ جبت الواحدة منهم اللي هو دلوقتي مدها لك ويقول لك لو سمحت شوف لي بقى الاصلية بكام. هنا في طريقتين لحل المسألة دي، انا هبدأ بالسهل الاول واللي انا برشح ان انت تشتغل بيها على طول. انت لما يكون عندك الـ interior angle 144 يبقى الاكستيريور بكام؟ انت عارف ان الانتيريور والاكستيريور الاثنين على بعضيهم ب 180، يبقى هنا هنقول ذا اكستيريور انجل اوف لمين؟ للريجولار بوليجون، للريجولار بوليجون هتيكوال معايا 180 minus كام؟ 144 degrees اللي هتيكوال كام؟ هتيكوال معايا 36 degrees. يبقى انا عندي دلوقتي الانتيريور كانت 144 وبالتالي الاكستيريور هتكون كام؟ 36، اللي هما الاثنين عندي سبلمنتري. طيب هل انا كده استفدت حاجه؟ استفدت، لان انا عندي معلومه مهمه جدا. انا عندي since in the sum of all exterior angles equal 360. انا عندي كل الاكستيريور انجلز، انا عندي معلومه بتقول ان مجموعهم كلهم 360. يبقى then the number of exterior angles هيكوال معايا ايه؟ انت عندك كلهم على بعضيهم 360 والواحده منهم ب 36، يبقى عددهم كام؟ يبقى 360 كلهم divided ايه؟ 36 اللي هو هيديني 10 angles.
وانت عندك الريجولار بوليجون ايا كان اسمه ايه، النمبر اوف سايدز ايكوال النمبر اوف انجلز. يبقى انا لما اطلع النمبر اوف انجلز ب 10 يبقى زين ذا نمبر اوف سايد هي ايكوال معايا 10 ايه 10 سايدز. وده اول حل بالنسبه لي في المساله ديت، وده اللي انا برشحه لك تحل بيه. بتجيب الاكستيريور بكام وتعمل 306 ديفايد الاكستيريور، خلص معاك المساله. احنا بس عشان كاتبين ايه، كاتبين كلام كتير. طب ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه امشي بالعكس. انا عندي قانون بيقول لي ايه، بيقول لي n minus 2 times 180 divided n equal كام. هو مدينا بكام؟ مدينا 144. ابتدي احل المساله واشوف ال n بكام. طيب هنا اعمل ايه؟ اطلع دي فوق هنا بالايه، بالمالتيبليكيشن. يعني n minus 2 times 180 هت equal معايا 144 ايه 4n. نيجي نعمل ديستريبيوشن، اوزع 180 هنا وهنا، يبقى عندي 180 n minus 360 equal معايا 144 ايه n. طيب نودي دي هنا ونجيب دي هنا، يبقى عندي 180 n minus 144 n equal معايا 360. نعمل السبتراكشن ده، يبقى ال 36 n equal 300 كام؟ 360. ده معناه ايه؟ ده معناه ان ال n هت equal معايا 360 divided 36 which is 10 a 10 size. طبعا لما تيجي تحل بالطريقة دي لانها الاسهل ايه؟ اسهل كتير. طالما مع بعضينا دلوقتي نحل بعض selected exercises على lesson 2. Number 2 it choose the correct answer from those given. بيقول لي sum of measures of the interior angles of a polygon of insides equal ايه؟ هو بيسألك على القانون. تلاحظ هنا ايه؟ كلمة sum والmeasures بتاع ايه؟ كل الانجلز، يعني بتكلم عليهم كلهم، وهو ايه؟ هو القانون ده n minus 2 times 180. طيب هنا ال measure of the interior angle of a regular polygon of n sides، هو بيقول لك هنا ايه بقى؟ بص ال measure of interior angle هنا واحده بس مفيش s، يبقى انا بسال بس على واحده interior، يبقى لازم اللي هو divided ال n. خد بالك اوعى تتلخبط تقول لي divided 2، هو ما قالكش 2 sides، هو قال لك n sides. يبقى طالما n sides يبقى لازم ادفايد على مين؟ على n، عشان اجيب الواحده بس ايه؟ الواحده بس منهم. Problem 3 the measure of the interior angle of the regular polygon of 10 sides equal. هنا بيتكلم عن ال measure of the interior angle، يبقى هو عايز واحدة بس، يبقى هنشتغل على القانون بتاعنا اللي هو هيبقى 10 minus 2 times 180 divided ال ايه، هم كلهم كام؟ 10، يبقى هت equal معانا 8 times 180 divided ال 10. طبعا ده يروح مع ده، يبقى عندي هنا ال 8 times ال 8 equal 64 4 and we have 6 1 times 8 is 8 ومعايا 6 يبقى ايه؟ يبقى ال 14 يبقى choice C. طيب number 4 the measure of the interior angle of a regular polygon of 18 sides equal what؟ نفس الكلام، هنعوض في نفس القانون بس المرة دي عندي 18، يبقى 18 minus 2 times ال 180 divided كام؟ divided ال 18 اللي هو هيقوال معانا هيقوال 16 times 180 divided ال 18 sides. طبعا دي كده يديني 1 هنا يديني كام؟ 10. 16 times 10 equal 160 degrees. طيب اللي بعد كده بيقول لي if the measure of the of an interior angle of a regular polygon is كام؟ 135 then the number of its sides is what؟ دي اللي انا قلت لك تاخد بالك منها، دي اللي هي هتحلها دايما بالاكستيريور. هنا يبقى الاكستيريور ايكوال كام؟ هنا ذا اكستيريور ايكوال 180 minus 135 اللي هي هتيكوال كام؟ اللي هي هتيكوال معايا 45 كام؟ ديجري. يبقى عندي النمبر اوف سايدز اللي هو النمبر اوف انجلز هيكوال 360 divided الكام؟ ال 45 اللي هتيكوال معايا كام؟ هتيكوال معايا 8. Problem 6 بيقول لي a sum of measures of the exterior angles of the triangle equals what؟ دي ثابته
ثابتة. طالما قال لك الصم بتاع الاكستيريور انجلز اي بوليجون بقى ايا كان هتبقى كام؟ 360. بروبلم 7 بيقول لي in the quadrilateral ABCD ال measure of angle A equal twice ال measure of angle B, يعني ال A هي الكبيرة لانها twice B, equal ال measure of angle C equal 96, then what is the measure of angle D. طيب ده معنى ايه؟ ده معنى ان انا عندي الميجر اوف انجل A عبارة عن 96, الميجر اوف انجل C 96, دي الميجر اوف انجل A توايس الميجر اوف انجل B, يبقى B هاف الميجر اوف انجل A اللي هي هتبقى 48. يبقى معنى كده ان الميجر اوف انجل D ده هيقوال معانا 360 degrees minus ال A المجموعة دي كلها اللي هي 96 plus 96 plus 48 اللي هتيكوال معانا 360 minus 240 اللي هو هيكوال معايا 120 degrees. طيب البروبلم اللي بعد كده find the number of diagonals of each of the following figures, ومديني hint ان the number of diagonals of the polygon of n sides equal n times n minus 3 over cam 2. يبقى هو ده القانون اللي انا هعوض فيه. يبقى for a triangle يبقى انا عندي ال number of diagonals هي equal معايا ال triangle كم sides؟ 3 sides, يبقى 3 times 3 minus 3 divided 2 اللي هت equal معايا 3 times 0 divided 2 which is a which is 0. وده طبيعي ان انت عندك ال triangle مفيش فيه diagonals خالص. طيب بالنسبة للكوادريلاترال الكوادريلاترال عندي 4 sides, يبقى انا عندي 4 times 4 minus 3 divided 2 which is يبقى عندي 4 times 1 divided 2 يبقى هيديني ايه 2 diagonals. يبقى الكوادريلاترال عندي فيه 2 diagonals. طيب بالنسبة للبنتاجون اللي هي 5 sides يبقى 4 بنتاجون هيبقى عندي 5 times 5 minus 3 divided 2 which is عندي هيبقى عندي 5 times 2 divided 2 اللي هيديني 5 diagonals. طيب تعال نشوف اللي بعد كده. In the opposite figure ال given كله على الايه؟ على الرسمة اهي. عايز الميجر اوف انجل ايه؟ الميجر اوف انجل اكس. طب انت شايف ده ايه؟ ده كوادريلاترال, يبقى انا عارف ان اللي جواه كله 300 اند كام؟ اند 60 ديجريز. طيب كم حاجه عندي معروفه؟ عندي 1 2 دي مش معروفه؟ لا انا ممكن اجيبها ازاي؟ انا ممكن اجيبها ان دي ستريت انجل, يبقى دي هتيكوال 180 ماينس 120. يبقى الميجر اوف انجل ال زد واي هتيكوال معايا 180 ماينس 120 اللي هتيكوال 60 degrees. يبقى انا عندي دي كده 60 degrees. طيب انا عندي الشيب ال اكس واي زد ده كوادريلاترال, يبقى سينس ال اكس واي زد از كوادريلاترال يبقى زين الميجر اوف انجل ال بلس الميجر اوف انجل اكس بلس الميجر اوف انجل واي بلس الميجر اوف انجل زد هتيكوال معايا كام؟ 360. طبعا قلت زد ليه؟ لان انا عندي انا حددت الكوادريلاترال, يبقى انا اقصد زد دي مش الزد دي. طيب يبقى الميجر اوف انجل اكس هيكوال 360 minus الـ A minus الباقي اللي هو كام؟ اللي هو 70 plus 60 plus 90 اللي هو هيكوال معايا 360 minus يبقى 220 اللي هو هيكوال معايا 140 degrees. Problem 9 بيقول لي in the opposite figure ABCD is a quadrilateral in which the measure of angle A
is 90. عايز then find the value of x. عايز الx equal كام؟ طيب انت عندك 3 different angles وكلهم missing. واحنا عارفين ان انا عشان اجيب الميسنج انجل لازم يكون كلهم معروفين ما عدا واحده. بس خد بالك انت عندك الانجلز دي كلها يعتبر المجهول فيهم او الانون حاجه واحده بس اللي هي الاكس، وبالتالي تقدر تعرف تحلها. طيب انا عندي ده كوادريلاتر، احنا عارفين ايه يعني عنه، عارفين ان الانترنال انجلز بتاعته 300 اند كام 360. ده معناه ان الميجر اوف انجل بي بلس الميجر اوف انجل سي بلس الميجر اوف انجل دي ده هيكوال ايه؟ هيكوال 360 ماينس الايه؟ ال 90 اللي هي 270. يبقى الثلاثه دول مع بعضيهم 270، وبالتالي المساله دي تتحول لمساله الجبرا، ما بقتش جيومتري خالص. يبقى دلوقتي 3x بلس 5x بلس 2x ايكوال 270، وهنسولف فور ايه؟ فور اكس. يبقى عندي 10x equal 270 degrees، يبقى الاكس عندي هت equal 270 divided 10 which is 27 degrees. يبقى دي الفاليو اوف ايه؟ اوف اكس. بروبلم اللي بعد كده نمبر 10 بيقول لي في الاوبزيت فيجر مديني حاجات given، بيقول لي find the measure of angle ABE. ABE محتاج الانجل دي ايكوال كام؟ طيب عشان اجيب الانجل دي انا محتاج، هو دلوقتي خد بالك انت عندك البي اي ده بارلل للسي دي، يبقى الانجل دي كلها والانجل دي الاثنين دول انتيريور انجلز، وبالتالي الصم بتاعهم ايكوال 180. يبقى لو جبت دي اعرف اجيب دي كلها، اشيل منها دي يبقى جبت دي. يبقى نبدا ازاي؟ نبدا نقول هنبدا ان عندي اي بي سي دي ده كوادريلاترال، يبقى انا عارف ان اللي جواه كله ايكوال 360. اجيب بقى الانجل سي لوحدها ازاي؟ نبدا ازاي؟ هنقول سينس اي بي سي دي از ا كوادريلاترال، يبقى زين الميجر اوف انجل سي هت ايكوال 360 ماينس اللي باقي كله 90 120 وايه وال85. هيبقى 90 بلس 120 بلس ال85 which is هيبقى 36 ماينس، هنا يبقى عندي 210، يبقى عندي 295، يبقى هيديني 65. يبقى الانجل دي كده عباره عن 65 degrees. طيب لما يكون ده 65 يبقى المفروض ده وده الاثنين 180، يبقى سنس ان البي اي بارلل السي دي اند من الترانسفيرسال سي بي از ذا ترانسفيرسال ده معناه زين الميجر اوف انجل سي plus الميجر اوف انجل سي بي اي هيكوال معايا 100 كام اند 80 degrees. ده معناه ان الميجر اوف انجل دي يبقى زين المطلوبه بقى الميجر اوف انجل اي بي اي هيكوال معانا ال 180 ماينس اوبن براكت نحط ال 85 ونحط عليهم ال 68 ال 65 اللي هتديني 180 degrees minus هنا هيديني 150 which is 30 degrees. نيجي نشوف اللي بعد كده. In the opposite figure find the value of x. عايز ال value بتاعت ايه؟ بتاعت ال x. تحل المسألة بعينك وبعد كده نكتب البروف. طيب أنا شايف إيه عندي؟ شايف إن ده برل لمين؟ ده. يبقى واضح ان دي هتيجي من هنا، يعني إن لو قدرت اجيب دي ودي الاثنين مالهم؟ الاثنين دول انتيريور. طب ودي ممكن اجيبها منين؟ هجيبها من هنا. يبقى انا اخش اشتغل هنا الاول. طب انا عارف ده كوادريلاتر، يعني ايه؟ يعني ده كله 360. عندك دي رايت انجل، يبقى دي كمان برضك ايه؟ رايت انجل. يبقى انا عندي ادي 1 2 3 معروفين، يبقى اقدر اجيب دي. يبقى عندي سينس
ال COEY is a quadrilateral. يبقى then ال measure of angle C هيكوال معايا 360 ونشيل الايه؟ ونشيل الباقيين كلهم اللي هي 90 بلس ال 90 بلس الايه؟ ال 50 اللي هي هتيكوال معايا 360 ماينس كام؟ كده 180 بلس 50 يبقى 230 اللي هي هتيكوال معايا 130 degrees. يبقى الميجر اوف انجل سي 130 degrees. طب انا عايز اقول بقى ان الاثنين دول فيو ايه؟ اكتبها ازاي؟ لازم احدد التو لاينز اللي حصل لهم انترسكشن. يبقى هنقول كده سينس الواي دي ستريت لاين انترسكتد مين؟ اي او ستريت لاين ده ري يديني مين؟ يديني البوينت سي. ده معناه ان الميجر اوف انجل او سي واي بت ايكوال الميجر اوف انجل اي سي دي هت ايكوال كام؟ 130. ليه؟ عشان الاثنين دول في او اي. السطرين دول لما تحب تكتب البروف بتاع الفي او اي. يبقى انا لما اوصل لدي 130 يبقى اقدر اجيب دي على طول هتبقى 50. ليه؟ عشان الاثنين دول بارل. يبقى سنس اي بي ري بارلل سي دي ري and من الترانسفيرسال اي سي اي سي از ذا ترانسفيرسال ده معناه يبقى زين الميجر اوف انجل اكس هت ايكوال 180 ماينس 130 which is 58 degrees. بروبلم 18 ان ذا اوبوزيت فيجر مديني الجيفنز كلها على الرسمه. بيقول لي بروف ذات السي اف السي اف بارلل اي بي. تعالوا نحلها مع بعضينا كده على الرسمه وبعد كده هنكتب ازاي. عشان ابروف ان السي اف بارلل اي بي لازم اشوف تو انتيريور انجلز ايكوال 180 اشوف تو الترنيت انجلز ار ايكوال اشوف تو اوبوزيت اشوف تو كورسبوندينج انجلز ايه ايكوال. يبقى لازم اجيب ان الانجل بي مع الانجل دي كلها ايكوال 180. لو قدرت اوصل للنتيجه دي يبقى اقدر اثبت ان السي اف بارلل اي بي. نبداها ازاي؟ نبدا طبعا هجيب الانجل دي يبقى هشتغل على الكوادريلاترال من جوه وانا عارف ان هو كله كام 360. يبقى سينس ان الاي بي سي دي از ا كوادريلاترال ده معناه ان الميجر اوف انجل سي هت ايكوال 360 ماينس الباقي كله اللي هو 130 بلس 110 بلس الايه ال 60 اللي هو ايكوال 360 ماينس 300 which is 68 ديجري. يبقى انا جبت دي كده عباره عن 68 ديجري. طيب انت عندك ايه تاني؟ انت عندك دي كلها ستريت انجل. يبقى الاي سي دي الميجر اوف انجل اي سي دي هت ايكوال 180 ماينس 60 which is 120 degrees. عندك ايه كمان؟ عندي السي اف بيبايسكت الانجل دي وسنس ان السي اف ري بايسكتس الانجل دي سي اي يبقى زين الميجر اوف انجل دي سي اف هت ايكوال معانا 120 divided 2 which is 60 degrees. طيب يبقى انا قدرت اجيب دي كمان 60 degrees. يبقى then measure of angle BCF هت ايكوال معانا 60 plus 60 which is 128 degrees. تلاحظ ايه بقى؟ تلاحظ يبقى انا عندي الانجل بي سي اف والاي بي سي الاثنين دول البلس بتاعهم يديني 180 وبالتالي والاثنين دول انتيريور ما بين السي اف والاي بي وات ذا سيم سايد للترانسفيرسال يبقى لازم يكون السي اف بارلل اي بي. يبقى انا عندي سنس الميجر اوف انجل اي بي سي
plus the measure of angle BCF equal 180 and they are at the same side of the transversal اللي هو مين اللي هو السي بي يبقى على طول زين السي اف ري بارلل مين الاي بي اللي بعد كده بتقول لي if the measure of the exterior angle of a regular polygon is 30 how many sides does it have and what is the sum of the measures of its interior angles طيب هنا هنشتغل على الاكستيريور انا عارف معلومة ان كلهم equal 360 يبقى اقدر اجيب عددهم يبقى since the measure of all exterior angles equal 360 يبقى عددهم هيequal كام يبقى then the number of exterior angles هي equal معايا 360 divided كام divided 30 الواحدة ب 30 هيبقى اديني 12 ايه 12 angles هو عايز how many sides يبقى the number of sides هي equal the number of angles يبقى the number of sides هي equal برضك 12 ايه 12 sides طب بيقول لي what is the sum of measure of its interior angles يبقى sum of measure of its interior هي equal معايا 12 minus 2 times 180 اللي هي دي اللي هو 10 times 180 اللي هو 1800 طيب شوف اللي بعد كده بيقول لي is it possible that a regular polygon has an interior angle of measure 100 and why ينفع يكون عندي بوليجون ريجولر الانجل اللي جوه الواحد ايكوال 100 المسائل اللي زي دي هيبقى المفتاح في الاكستيريور لما يكون عندي الانتيريور ب 100 يبقى الاكستيريور بكام يبقى the measure of the exterior angle هي ايكوال معايا كام؟ هي ايكوال 180 ماينس ال 100 اللي هي معايا 80 ايه؟ 80 ديجريز. طيب يبقى انا عندي الواحده من الاكستيريور بكام؟ ب 80 يبقى عددهم كام؟ يبقى النمبر of the exterior angles هي ايكوال كلهم 360 اوفر الواحده منهم لو هيطلع معايا هنا هيبقى 4.5 angles ده impossible يبقى ده impossible ليه؟ يبقى انا عندي هنا ال number of sides هو ال number of angles يبقى so we have 4.5 sides يبقى it's impossible because a number of sides should belongs to a to n يبقى so it's impossible as the number of sides must belongs to mean to n ما ينفعش يطلع لك fraction خالص ما فيش حاجة اسمها عندك four sides and a and have problem 24 بيقول لي a polygon of 9 sides a sum of measures of 8 angles of it is 1140 بيقول لي find the measure of the remaining angle عايز اللي باقيه بيقول لي is it possible that this polygon is regular و explain your answer هو عندي كام side عندي 9 يبقى كلهم كام يبقى the sum of measure of all interior angles هي equal كام هي equal 9 minus 2
times 180 اللي هو هيقوال معايا 7 times 180 which is عندنا 0 and 6 and 5 يبقى 1260 degrees. طيب لما يكون هم كلهم 1260 و 8 منهم ب 1140 يبقى اللي بقى كام؟ يبقى the measure of the remained angle هيكوال معايا 1260 minus 1140 اللي هو هيكوال معايا 120 degrees يبقى اللي بقى 120. طيب هل ده ممكن يكون regular؟ انت عشان تعرف regular ولا لا اشوف الانجلز الانتيريور بكام. طب هو هما 9 sides يعني 9 angles يبقى measure of one interior angle equal يبقى the measure of one interior angle هيكوال معايا كام؟ هيكوال معايا كلهم 1260 divided كام؟ divided 9 اللي هو هيكوال معايا 140 يبقى طالما الانجلز ديت مش زي الانتيريور يبقى it is not a it is not regular. So يبقى since we have two different interior angles, so it is not regular. نيجي المسألة بعد كده. Problem 25, a polygon has 15 sides. عايز the sum of measures of its interior angles, دي مباشرة. يبقى عندي sum of the interior angles هيكوال معايا هيبقى 15 minus 2 times 180 اللي هتيكوال 13 times 180 اللي هتيكوال معانا 2340 degrees. بعد كده بيقول لي if the sum of the measures of 5 of its exterior angles is 200 يعني هو عنده كم اكستيريور؟ هو عنده 15 اكستيريور. 5 منهم ب 200، طب هم كلهم بكام؟ احنا اتفقنا ان كلهم 360 ثابته. عايز بقى ايه؟ Calculate the sum of measures of the 10 interior angles which are not adjacent to the 5 دول. ال 5 دول معاهم اخواتهم 5 interior. مش عايزهم، انا عايز السم بتاع الباقي بقى. ال 10 interior اللي جوه هيبقوا كام؟ زي ما قلت لك في الحالات دي انت دايما بتشتغل بالاكستيريور انجل. لما يكون عندي 5 ب 200 يبقى the sum of measures of the remaining 10 exterior angles هيكوال كام؟ هي equal 360 minus كام ال 200 which is 100 and كام and 60 يبقى انا عندي كده كل ال 10 exterior بكام 160. طب في معلومه مهمه جدا عندي لكل interior exterior every interior and exterior equal كام 180 يبقى the sum of measures of 10 exterior plus 10 interior angles هي equal كام؟ هي equal 10 times كام؟ 180 which is 1800. يبقى انا عندي ال remaining 10 الاثنين مع بعض 1800 وال exterior بتوعهم بتوع ال 10 بكام؟ 160 يبقى السم of measures of 10 interior equal كام؟ هيبقى 1800 minus A 160 يبقى عندي يبقى the sum of the remaining 10 exterior 10 interior angles ده هيقوال معايا
1800 minus 160, which is 1640 degrees. وكده يبقى احنا خلصنا lesson 2. يا رب تكونوا فهمتوه كويس. ركزوا على الحته بتاعه الاكستيريور انجلز عشان الاجزاء الصعبه اللي في الليسون ده بتتحل بالحته دي. وبالتوفيق ان شاء الله.